لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة، يعني لا ينفك عن واحد من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر وهو على الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حب الله من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. هذا سبق شرحه. قال: وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة، منها، والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، لأن ذلك من يعني حكم تقدير الذنوب على عباده المؤمنين بنص الحديث. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ومن يعني من مقامات يعني العبادة أو المشاهد التي ينبغي أن يشهدها العبد أن يعني في أمر الذنب أن يحصل له كسرة الذنب، يحصل له كسرته بالذنب، و ندى يعني لومه لنفسه وعدم العجب بها والدلال. خطر عظيم أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يدل بعمله، ربما يهلك بذلك، كالرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك. هذا من شدة الدلال بالطاعة وترك الذنب ظن أنه هو الذي يحكم، فحلف أن لا يغفر الله لفلان. وهذا نتيجة علوه، شعوره بالعلو والدلال، نصاحب منزله لو قال حاجة ربنا هينفذها، أنا أعوذ بالله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. نعوذ بالله من ذلك. لهذا نقول أن هذا الأمر من فوائد الذنب على العبد المؤمن مع التوبة أنه يشعر بالانكسار ويشعر بظلمه لنفسه، ويكون صادق الحال حين يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإلا فترديدها من غير صدق الحال لا يؤثر ثمرتها المرجوة التي من أجلها علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء، أن يقوله في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقول: عبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة، منها، والتنصل. التنصل يعني الترك لها، يتنصل يعني يتخلص.
مش التنصل ان يقول انا ماليش دعوه مع مش انا السبب، لا مش كده. التنصل يعني التخلص منها بالاقلاع، مش هقول ان يعني يقلع عن الذنب، يندم وايه ويقلع ويعزم الا يعود. فالتنصل معناه الاقلاع عن الذنب والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بانه لا يرفعها عنه الا هو عز وجل، ولا يقيه شرها سواه، وانها ان استمرت ابعدته من قربه وطردته من بابه. يعني والمؤمن الذي ذاق معنى القرب يخشى من البعد اشد خشيه، اشد شيء عليه ان يبعد. ولذا ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين في كتابه بما نزل من الإبعاد للقوم الكافرين مرات، فهذه عقوبة أن يبعد. قال عز وجل: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال سبحانه وتعالى: ألا بعدا لثمود. وقال عز وجل: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال: فبعدا للقوم الظالمين. وقال: فبعدا لقوم لا يؤمنون. فالبعد عن الله عز وجل والحجاب عنه ذكره الله عز وجل مرات كعقوبة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أعوذ بالله أن أحجب عنه. فهو لمن عاين القرباء، لمن ذاق طعم القرباء، يصعب عليه جدا أن يعاقب بالبعد، نسأل الله العافية، وأن يطرد من بابه. طرد اللعن، إبليس عوقب بالطرد، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، مطرود. قال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. يقول: وإنها الذنوب إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن، فهو عائذ برضاه من سخطه، يعوذ برضا الله الذي يرجو أن يكون فيه، أن يكون مرضيا لله، من سخط الله. لن يعيذه من سخطه وعقوبته وأن يقدر عليه السوء إلا هو عز وجل. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يشرع أن تقال في الوتر في يعني يداوم على ذلك، يداوم يعني يقول في الوتر دائما: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في السجود. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما تحسست النبي صلى الله عليه وسلم وجدت قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول: فهو عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه، مستجير به منه، مستجير به باللجوء إليه والتضرع له وطلب قضاء الحاجة التي هي أن يصرف عنه السوء، منه من الله، لأنه هو عز وجل الذي قدر هذا، ولا ينجي منه غيره، ولا يعيذ من شر النفس سواه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ولا ينجي من سيئات الأعمال سواه وسيئات أعمالنا. طبعا احنا من كثر ما احنا بنكررها ايه بتفوت مننا، ان احنا فعلا هل نحن نستعيذ فعلا بالله من شرور أنفسنا ومقرين بان احنا عندنا شرور، ولا ده انا زي اللبن، ابيض زي اللبن، ده انا ما يعني ما عنديش حاجه خالص،
مين اللي كان بيقول وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنقولها كده، هو تكرار كده، اللهم اغفر لنا رب. يقول وملتجئ منه اليه، كلها معنى واحد، انه لا ينجيه من تقدير السوء عليه بالمعاصي الا الله، هو الذي يقدر المعاصي وهو الذي يصرف عنها. يعلم انه اذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده امثالها وشر منها. الذنوب اللي حصلت دي لو تركه الله ارجع يعملها تاني، وعنده أسوأ من كده كمان. يا رب سلم. يعني النفس دي ميالة إلى الذنوب، ميالة إلى الشهوات، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. والتوفيق والإعانة، العبد يستعين ومن الله الإعانة، وهذا أمر يجعله لأقوام ويحرم منه بعدله أقواما. العبد أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده دون إذنه، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أصل الإيمان فضلا عن كماله، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه، متضرع ذليل، مسكين، ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه، مستخذ له. الاستخذاء مقصود به الخضوع مع الذل، خزلان منه، عنده حياء، ومع ذلك فهو يقف بين يدي ربه موقف الذليل. طريح ببابه ده مقصود به تشبيه ان هو رامي نفسه حتى يعفو الله عنه، كأن واحد رامي نفسه على باب واحد حتى يعفو الله عنه. يقول اذل شيء هو اكثره له، وافقره واحوجه اليه، وارغبه فيه واحبه له. بدنه متصرف في أشغاله، وقلبه ساد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه إلا من الله، إلا بالله. يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه. منه نعمة، به بالإعانة، كله في يده ملكه، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. والخير كله في يديك، وتكرر الكلمة دي تقوم يحصل بها بإذن الله تبارك وتعالى من شهود المنة وشهود الفضل والإحسان ما يذهب عن العبد أعظم مرض أهلك الشياطين من الإنس والجن، الكبر، نعوذ بالله. يقول فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق. يعني النعمة التي بك أنت استحقتها ابتداء وهبت لك، ابتداء من نعمة الحياة والنعمة الهداية والنعمة البيان النطق الذي به حصلت أنواع الخيرات، إن كان عندك خيرات. مبتدئه بها، الله الذي ابتدأه بالنعم من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته. تمقته طلب المقت، كأنه يعني هو طبعا العباد لا يطلبون المقت من الله، ولكن كأنهم بسلوكهم وركوبهم المعاصي يطلبون المقت، لأنه يسير في طريقه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء،
وحظ العبد الذم والنقص والعيب. يعني حظه عز وجل من تقدير المعايب، حظه عز وجل من تقدير المعاصي والسيئات. حظه يعني ايه حظه؟ ما له عز وجل، له الحمد سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، الحمد والشكر والثناء. وحظ العبد نصيب العبد الذم والنقص والعيب. قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقص والعيوب. تنفع وولي العبد أو وولى عز وجل، وده الظاهر أو يستأثر، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له. فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. يعني الغش يعني ما يوديش العبادة حقها، يعني يظهر شيئا وهو ايه يكتم شيئا اخر، نعوذ بالله. يقول: واما عبودية النعم، يعني هو تكلم عن عبودية الايه المصائب، الصبر والرضا والشكر، وعبودية المعايب التوبة والانكسار والتضرع لله عز وجل والفرار منه اليه. عبودية النعم فمعرفتها، لان اول حاجة في الشكر معرفة النعمة. لو ما عرفش ان دي نعمة من الله يبقى لم يشكر، والاعتراف بها اولا. انما ورثته كبيرا عن كبر، ده فقد ايه؟ فقد الاعتراف بالنعمة. يقول له: الم تكن فقيرا فاغناك الله، الم تكن ابرص يقدرك الناس، الم تكن اقرع يقدرك الناس. فقال: انما ورثته كابرا عن كابر. هذه اول حاجه ايه؟ ما اعترفش بالايه؟ بالنعمه. وكذلك الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ما اعترفش بالنعمه من الله سبحانه وتعالى. واكثر الخلق لا يعرفون النعم. الواحد بيبص كده، كان ممكن يحصل ايه النهارده من اشياء مؤلمه وما حصلتش برحمة ربنا. ما هو الراجل اللي كان واقف على كوبري ستانلي ده ما كانش يخطر بباله ايه؟ ان في حاجة هتخبطه ترميه في البحر تغرقه في ثواني معدودة. ما كل العربيات ماشية كل يوم، مش كده؟ ربنا يرحمه ويتقبله ويغفر له. لكن هو امر فعلا، تعالى بص كده، فلان ماشي وقع، فلان حصلته حادثة، المنشد المشهور ده اللي مشاري وهو رايح ما اصابته حادثة، في دقيقتين الموضوع بينتهي. كم من امور انت يعني انت النهارده صحيت ما عندكش ورم خبيث، نسأل الله العفو والعافية، ما عندكش رجل مكسورة، ما عندكش ضرس بيوجعك، في حاجات كتيرة يومية بل ساعية. فالانسان ما بي يعني دايما ما بينتبهش للنعمه، ما بيعترفش بيها الا لما يتحرم منها. فهنا يدرك الايه؟ يدرك النعمه، او يعني يشعر بمدى قيمتها. فاول خطوه يعرف النعمه وايه؟ ويعترف بها. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ادي مقامين ورا بعض، هو واحد في المعايب وواحد في الايه؟ في النعم. ابوء لك بنعمتك علي في النعم، وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ده في ايه؟ في مقام الايه؟ الذنب والمعايب. يقول: ثم العياذ به ان يقع في قلبه نسبتها واضافتها الى سواه، وان كان سببا من الاسباب. وما بكم من نعمة فمن الله. يحقق المعنى ده، ما يشوفش ان الاسباب هي اللي جابت له النعم، يقول لك ده فلان ده ولي نعمتي، انا اقدر اخلفه، ده هو اللي عمل لي وعمل لي وعمل لي. لازم تشكره على انه سبب
لا على انه موجد النعمة، لا على ان النعمة منه، لان ناس كتيرة جدا بتشترى بالمال والجاه علشان ايه؟ عشان هو شايف ان النعمة دي ايه؟ من فلان وانا ما استغناش عنها، وفلان ده هو اللي عملها لي، وبالتالي يتعلق قلبه بذلك لشدة تعلقه بالدنيا. لكن العبد المؤمن يشكر الناس على انهم سبب، ويظل قلبه متعلقا بالمنعم الحق سبحانه وتعالى الذي انعم بالنعم من عنده عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. يقول ثم العياذ به، يعوذ بالله ان يقع في قلبه نسبتها واضافتها الى سواه وان كان سببا من الاسباب. مش معنى ذلك ان زي ما قلنا ما يشكرش الناس، بس يشكرهم على انهم ايه؟ سبب. عشان الحديث لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس، اللي ما شكرش الناس يبقى كده ما قامش بحق الله سبحانه وتعالى. ولكن زي ما قلنا يظل مستحضرا بقلبه أن الله هو الذي سببهم، أن الله الذي جعلهم أسبابا. يقول وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار. ثم الثناء بها عليه، يثني على الله عز وجل بهذه النعمة ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. يبقى في عبادات قلبية وحال قلبي، وفي شكر باللسان، وفي أعمال جوارح، في أن يجعل هذه النعم مستعملة في مرضات الله سبحانه وتعالى. أما حال القلب فهو حال الاعتراف، نسبة النعمة إلى الله عز وجل دون من سواه، شهود أنه هو الذي أقام الأسباب وأنه هو الذي جعلها أسبابا، فالنعمة منه وحده خلقا وإيجادا. ثم يثني به بلسانه على الله لأن يقول الحمد لله والشكر لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يثني على الله ويذكر ذلك في الملأ، يذكر ذلك في الناس أن الله هو الذي أنعم عليه بالنعمة ويصرفها ويستعملها في طاعته. قال ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، أنه يكثر الثناء ويقول لا أحصي ثناء عليك. مش يبقى هو ما أنا كده كويس قوي بقى، أنا كده حمدت ربنا، أنا كده عملت العلاية وزيادة، خلاص ده كده بايس ايده ووشه وظهري يبقى كده ايه عمل كل حاجه. المهم ان هو ايه، والناس بعضهم يعني يستقل الكثير، يبقى ربنا انعم علينا نعم كتيره جدا وشايفها ايه قليله، ده انا متبهدل، ده انا تعبان، ده انا يعني ربنا عطى الناس وما عطانيش، وهكذا يستقل النعم. فلا بد ان يستكثر قليلها ولا قليل منه، ولا قليل منه عز وجل. كل نعمة لو نظر العبد إلى زوالها أو من حرم منها عرف قدرها، حتى النفس والله العظيم. مش أهل النار بيتعذبوا بالنفس؟ واحد اللي غرق ده مش تعذب في النفس، إنه معرفش ياخد نفسه، مش كده؟ المية دخلت كبست على نفسه أيام ما كان يعني، لا ده قعد شوية. أي واحد بقول غرقان، مش لازم ده يعني، أي واحد غرقان، مش الغرقان ده نفسه معرفش ياخد نفسه وفضل يقاوم وبعدين غرق في الآخر، نسأل الله العافية. اللي بيتحرق ده جزء من الحريق على فكرة، بيتحرق بيه النفس، بيتحرق بيه الجهاز التنفسي من شدة الدخان اللي بيصيب الإنسان، نسأل الله العافية. فبقولك النفس اللي هو بتردد كل لحظة، اللي جاله تسمم بغاز
البوتاجاز مثلا او الاكسيد الكربون او الغاز الطبيعي او غيره بيتسمم ازاي؟ ده ان هو النفس بتاعه بيخش ضار بدل ما يخش ايه نافع. فاحنا ربنا جعل لنا نفس نافع. خس على ذلك بقى من اول سلامه الاظفر، سلامه ضفرك، لو طلعت فيه ودنه تعمل ايه، لو طلعت فيه خراج ولا حاجه تحت يخلي الواحد مش عارف يقعد. عايز اقول لحضرتك لو من سلامه الاظفر الى سلامه شعر الراس الى ما في بدنك الى اعظم من ذلك هو الدين، فلا تستقل نعمه من لطائف التعبد بالنعم ان يستكثر قليلها عليه، يقول انا ما استحقش كده، ويستقل كثير شكره عليها، يعني يكثر الشكر، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويرى انه قليل، ويعلم انها وصلت اليه من سيده من غير ثمن بذله فيها. ما يفتكرش ان دي فمقابل انا اصلا اطعت ربنا، اصلا عملت كويس عشان كده ربنا ايه كرمني. فهي في الحقيقه انت تاخذ النعم. يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه منك تحتاج الى شكر. مروي عن داود عليه السلام فقال الرب عز وجل يا داود الان شكرتني. يقول يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر، وهكذا تبقى الى ما لن ينعجز. فقال يا داود الان شكرتني حين شعرت بانك لا تحصي ثناء، لا تحصي شكرا، وليست انها بثمن منك. نعوذ بالله. العقيدة المعتزلة دي حاجة فظيعة، اللي بيقول لك ربنا يجب عليه ان يثيب العباد، ان العباد استحقوا ذلك على الله. حق العباد على الله هو الذي احقه ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد. حتى النعم دي كلها بتتاخد بعد ذلك، مش ملكك، وفي نفس الوقت الوسائل اللي انت عملتها ربنا الذي يسرها لك، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبض في الرزق مثلا، تضييق في الصحة، أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. ذلك هذا هو العبد العاقل والعاجز بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق. أقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.